أعزائي المشاهدين، تابعوا معي هذا الحادث. وبالعودة إلى الحادث مرة أخرى، تبين لنا إن سائق المركبة داخل الدائرة الحمراء قام بالدوران في منتصف الشارع وبشكل خاطئ، كما أن سائق المركبة داخل الدائرة الخضراء اتخذ مسربا خاطئا وبشكل مفاجئ وعلى سرعة عالية، ما أدى إلى وقوع الحادث. وإدارة العلاقات العامة والإعلام تتمنى السلامة للجميع.